خلي القديسين دول عايشين في حياتك. قول لي والعالم لغاية دلوقتي قاعد ليه؟ الشرور زادت قوي، ساد ضربت العالم كله، الزيغان والكذب والغش والحاجات الوحشة كتيرة قوي. ربنا ده ايدها طويل البال، اقولك بسبب وجود قديسين على الارض ما زالوا عايشين. ربنا يحفظ الارض، واحد في العيلة كده تلاقيه لربنا، بسببه يحسن الله الى العيلة كلها. واحد في حتة في شغل تقي قديس، واحد في عمارة كبيرة فيها عدد تلاقيه حلو كده. ربنا بيحسن للناس بسبب وجود القديسين على الأرض. ليه؟ لأن دول حبايبه، بسببهم أيضا، بسبب وجود القديسين في حياتنا وفي كنيستنا. يقول معلمنا القديس بولس الرسول في العبرانيين: لنا سحابة من الشهود مقدار هذه، حوالينا زي السحابة كده محيطة بنا حوالينا، لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة لنا بسهولة. قول بجاهد ومش قادر، يعني بحاول حس ان انا عاجز. اقول لك تمسك بالقديسين وحوط نفسك بيهم، واطلب معونتهم ومؤازرتهم وشفاعتهم، تنجح. سحابة من الشهود محيطة بنا، لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا. مين يسند الواحد في جهاده؟ القديسين. قد سمعتم بصبر أيوب، طبعا. وعشان كده لما سمعت بالخبر ده وشفت المثل ده في الصبر والاحتمال وتقبل الضيقات من أجل الله والشكر عليها، وقال الرب أعطى الرب أخذ، يكن اسم الرب مبارك. أنا مش شفته؟ تستمد منين صبر في الحاجات المصغيرة اللي بتحوط بينا؟ أبص لأيوب أقول إيه ده؟ أنا وأنا احتملت حاجة، وأنا صبرت على حاجة. فالقديسين مؤازرين لنا لنطرح الخطية ونجاهد بصبر الجهاد الموضوع علينا وحمل الصليب بتاعنا. عملنا حاجة؟ أبص لمرجرجس اللي اتعذب 7 سنين ألام كل يوم، ويتفنن الشيطان ازاي يألمه في جسده، ها؟ وبعدين أقول الله أنا بتزمر على إيه؟ إيه الحكاية؟ أنا مش عاجبني حالي ليه؟ كل يوم شاكي وباكي ومتزمر وتعبان ومتضايق، وأنا دخلت في ألام. لما 7 سنوات متصلة يتألم بأنواع شتى كثيرة، وفي السجون وفي الضغطات، يقولوا الهمبازين ده عامل زي عصارة القصب، يحطوا فيه الواحد يدشدش عظمه. ايه ده؟ احنا بنتألم ولا ايه؟ لا، ايه اللي تسميه في الحاجات اللي احنا ساعات الواحد يتضايق منها قوي، لك انا كاره الدنيا، انا تعبت قوي، من ايه؟ قد رأيتم صبر القديسين. وفي السماء قال الرائي: هنا صبر القديسين، صبر كثير جدا جدا واحتمال فوق الوصف. ليه؟ من أجل عظم محبتهم في الملك المسيح. قول لي أنت بتحب المسيح؟ قولك أنا ما أقدرش أقول غير كده. طب ما توريني. من أجل محبتهم في الملك المسيح احتملوا الآلام واستهانوا بالخزي، لأن المسيح رئيس إيماننا. انظروا إليه، انظر إلى رئيس إيماننا ومكمله يسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الخزي مستهينا بالعار. كده بقول لك خلي القديسين دول عايشين في حياتك، عشان لما تواجه الحاجات اللي احنا بنواجهها تستهتر بيها.